صباح الخير وأهلا بكم في تغطية قناة أون لفعاليات اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024. ما زلنا نتابع معكم لحظة بلحظة العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 واللي بيتنافس فيها على منصب رئيس الجمهورية أربع مرشحين. هم المرشح عبد الفتاح السيسي رمز النجمة والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي والاجتماعي رمز الشمس والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز السلم. المصريين بيوصلوا الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية والحقيقة في إقبال كبير جدا من اليوم الأول واللحظة الأولى على مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات. وأيضا اليوم مراكز الاقتراع تشهد توافد كثيف وإقبال كبير على المراكز واللجان منذ بداية فتح أبواب اللجان من الساعة 9 صباحا، وهتفضل اللجان مفتوحة أمام الناخبين حتى الساعة 9 مساء النهاردة وبكرة إن شاء الله. الدولة بتبذل جهود كبيرة جدا في تسهيل وتيسير وتأمين عملية الانتخاب، وهنا يبقى فقط اكتمال المشهد. اكتمال المشهد أو المشهد هيكتمل بمشاركة المصريين المواطنين الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم الذي يحدد قائد هذا الوطن لمدة 6 سنوات قادمة. لكن في البداية وقبل ما نبدأ النهاردة التغطية بتاعتنا، خلونا الأول نرحب بضيفتي في الاستوديو الدكتورة إيمان زهران أستاذة العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الفل. دكتور إيمان، عايزة أسألك الأول بالنسبة للمشهد الانتخابي، تابعتي طبعا أكيد المشهد الانتخابي امبارح، كان في صفوف كتيرة جدا من المواطنين المصريين قدام مراكز ولجان الاقتراع علشان يدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، ويمكن المشهد ده كان مشهد عظيم لكل المصريين، ما شفناهوش قبل كده، ولا الحقيقة شفنا تصويت المصريين في الخارج الفترة اللي فاتت بالشكل ده في المرات السابقة أو في أي انتخابات فاتت. فعايزين نسأل حضرتك عن المشهد الانتخابي هذه المرة بالأمس والنهاردة من أول ما اللجان فتحت أبوابها. يمكن زي ما سيادتك تفضلت بذكره، المشهد الانتخابي كان وفقا لحصر، او يمكن ما نقدرش نقول كمان حصر رقمي بعدد الناخبين اللي تم امس ولسه الساعات الاولى من صباح اليوم، لكن نقدر نقول انه مختلف بشكل كبير عن حاله الانتخابات اللي تمت في 2018. يمكن بيعيد للاذهان مره اخرى حاله الزخم السياسي اللي بتسيطر على عقليه وذهنيه الناخب المصري بشكل رئيسي. في تقديري توجهات الناخب المصري أو عملية المشاركة السياسية في حد ذاتها، على الرغم من أن هناك العديد من القيل والقال على حالة المشاركة السياسية في دول التحول الديمقراطي ومصر من أولى الدول التحول الديمقراطي، خاصة وأنه بيتم توجيه الأمر وفقا لمسارين. المسار الأول في حال وجود تهديد يمس الأمن القومي للدولة، وعلى أثاثه بيتم تكثيف المشاهد المشاركة السياسية بشكل رئيسي. والنقطة الثانية تتعلق بحالة الاستقطاب السياسي قياسا على الانتخابات التي تمت والاستحقاقات التي تمت من 2012 2014 2018. كان دوما ما يكون هذا المعيار أو المسطرة السياسية اللي بيتم على أساسها قياس مؤشرات المشاركة السياسية. بالنظر لانتخابات 2024 حالة استقرار سياسي، لكن كان يعول على الأمر أنه سيتم استنساخ مشهد 2018، لكن ما حدث لا، هناك ضخم في المشاركة السياسية، هناك توافد من جانب الناخبين المصريين بكثافة كافة الأطياف السياسية، كان وجود مشاركة واضحة من جانب الشباب والنساء بصفة رئيسية في العملية التصويتية بشكل أساسي. يعيد تدليل ترتيب الأولويات الناخب مرة أخرى، على الرغم من أن كان في عدد من المحددات يمكن تم رصدها سياسيا من جانب النخبة السياسية اللي بتعيد تشكيل مشهد المشاركة السياسية، سواء بالنظر لإدراك المواطن المصري للتحديات الداخلية والإقليمية والدولية اللي تحظى بها الدولة المصرية، احنا في قلب الأحداث، سواء نتكلم على البعد الإقليمي سياسيا أو على البعد الدولي، يمكن نستطيع أن نقول هي أمانة مصر، أمانة الميدان، مركز استقطاب ما بين الشرق والغرب الشمال والجنوب، دوما ما تكون دائرة التفاعل الأساسي صراع أو تعاون.
النقطة الثانية يمكن كان بيعول عليها أو حينما يتم رصد مشهد المشاركة السياسية والعملية التصويتية من الناخبين كان يعول على أنه من المحتمل أن نسب التصويت قد تكون منخفضة، ويمكن ده عكس تماما ما شاهدناه أمس، وكذلك عكس تماما ما تم رصده في السفارات وتصويت الوافدين في الخارج. يمكن دوما ما تم تفعيل آلية التشكيك، ممكن آليات التشكيك من القوى المنوئة أو القوى اللي بتسعى لهدم الأجندة الوطنية في الداخل الوطني، كل تلك الآليات أو ما يتعلق بالكتائب الإلكترونية اللي بيتم الدفع بها من حين لآخر للتشكيك في جدوى الانتخابات أو جدوى المشاركة السياسية، دي كلها فشلت تماما بالنظر لما تم رصده أمس من مشاهدات عكست حجم المشاركة السياسية بكافة الأطياف. النقطة الثالثة أو المحدد الثالث واللي بيعول عليه كذلك رصد المشاركة السياسية والعملية التصويتية ما يتعلق بفكرة الإيجابية. أصبح لدى الناخب المصري الوعي التام، ويمكن دي النقطة اللي تم اللعب على أساسها وفقا للمرشحين الرئاسيين لكافة البرامج الحملات الانتخابية التي تم الدفع دوما بمصطلح الوعي الجمعي. وده اللي أكد عليه كافة المرشحين بعرضهم للبرامج الانتخابية، على الرغم من أنها البرامج الانتخابية هي إحدى حلقات الوصل ما بين المرشح والناخب، لكن تم التأكيد على فكرة الوعي الجمعي بشكل أساسي، ويمكن ده اللي انعكس على حجم المشاركات. عكس كمان فكرة الإيجابية النسبية للمشاركة السياسية، يمكن لازال من المبكر حسم درجة المشاركة، خاصة وأنه كثيرا ما يتم الحاق صورة 2024 ب 2018، ممكن شاهدنا انخفاض نسب المشاركة 15% تقريبا مقارنة ب 2014 و 2012 نظرا للمحددات اللي ذكرها، لكن أعتقد أنه نسبة 24 أتوقع أن يكون نسبة مقبولة، مشاركة ليس فقط مقبولة بل مشاركة ممتازة نظرا لحجم التحديات، الوعي المجتمعي اللي ظهر، إدراك المواطن المصري بأهمية وإلحاحية الانتخابات، كذلك حجم التحديات اللي هتواجه القيادة السياسية. أصبح هناك حاجة في صناعة القرار السياسي مشاركة ما بين الشعب وما بين القيادة. خليني أخد حضرتك في نفس النقطة دي، خلينا نقول إن برضو توافد المصريين بهذه الأعداد أمام اللجان ومراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ده دليل على مساندة الشعب المصري والمواطن المصري لبلده ان هو ينزل يشارك ويصوت، وكمان برضو دليل على مدى الشفافية اللي بين المواطن المصري والدولة المصرية وايضا الحكومة المصرية في ظل هذه التحديات. المواطن زي ما حضرتك قلتي بقى عنده وعي وادراك لان الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة على كل الأصعدة الحقيقة. فعايزين برضو نعرف من حضرتك الصورة أو المشهد الانتخابي، يعني بصي كده حضرتك على الصورة هتلاقي فيه سيدات معظمهم كمان من السيدات والأطفال أمهات يعني بيحملوا كمان أطفالهم أمام لجان معينة واخدين أطفالهم معاهم وكبار السن وذوي الهمم، فالحقيقة المشهد ده مشهد رائع ما شفناهوش قبل كده زي ما احنا قلنا. فعايزين برضو نعرف الصورة دي هتبقى ازاي بالنسبة للعالم، صورة مصر امام العالم هتكون ازاي؟ يمكن دي بيعول عليها فكرة الإعلام بشكل كبير. هناك العديد من التغطية الإعلامية على مستوى دول العالم موجودة على أرض مصر، نقل صورة العملية الانتخابية بمنتهى النزاهة والشفافية، نقل فكرة الاستحقاق الانتخابي ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار واختيار القيادة السياسية المقبلة اللي هتواجه سواء استكمال عمليات الإصلاح والبناء أو وجود عدد من المحددات الأخرى يتم الدفع بها وفقا للمرشح سيفوز في نهاية الأمر أو في السباق الانتخابي. المشهد العام بيعيد ترسيم فكرة المشاركة كما تحدثت من قبل، وجود الأطياف مجتمع خاصة النساء، وجود الأطفال كذلك، تنمية الحس الوطني، بيعيد للأذهان أنه الدولة في حاجة لتكثيف الجهود من جانب قوى الشعب للعبور الآمن. العبور الآمن بيتطلب قيادة سياسية منفتحة على كافة الأطراف وعلى كافة المسارات. نتحدث عن امتلاك القيادة السياسية المقبلة، أهمية امتلاكه رؤية واضحة، أجندة محددة، مسارات وتحركات أساسية بيتم على أساسها هيكلة الدولة خلال الفترة المقبلة،
خلال فترة تقلده لمنصب القيادة السياسية رئيس الدولة بشكل أساسي، وده الاستهداف الأساسي وترجمة لما شاهدناه من مشاهد التوافد كافة الأطياف على لجان الانتخاب والاقتراع المساهمة في الاختيار. ويمكن ده كذلك تأسيسا على ما سبق خلال الفترات السابقة خلال ما تم عرضه من برامج انتخابية، حملات دعائية وحملات إعلانية، كذلك التعريف بالمرشحين، أهدافهم، رؤاهم، مدى رؤيتهم كذلك لواقع المجتمع المصري ومستقبل السياسة الخارجية، واقع الاقتصاد وآليات النهوض بالشكل التنموي للعملية السياسية ككل. كل ده ساهم مرة أخرى في إعادة بلورة ذهنية الناخب المصري، ويمكن ترجم بشكل أساسي ونقلته وسائل الإعلام العالمية كذلك في المشاهدات اللي تم رصدها على لجان الانتخاب. حقيقي هذه الانتخابات، هذه المرة الانتخابات الرئاسية 2024 بتخضع تحت إشراف قضائي كامل، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت من اللحظة الأولى إن هي تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين. فده لو دليل على حاجة فهو دليل على نزاهة هذه الانتخابات وحرية تعبير المواطن المصري. فخليني أسأل حضرتك، كيف ينعكس ذلك على الداخل المصري؟ بينعكس في مدى نزاهة الأمر. أصبح هناك تيقن في أن ما سيتم هو اختيار الشعب وفقا لاقتراع الصناديق وما إلى ذلك من آليات تم هيكلها وفقا للقانون الصادر والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية بجانب إشراف القضاء والهيئة الوطنية للانتخابات. ويمكن ده ليس فقط بينعكس على الداخل ولكن كذلك بينعكس على مؤشرات الخارج. كافة دول العالم تترقب العملية الانتخابية لمصر، ليس فقط لثقل مصر في الإقليم الشرق الأوسط لكن كذلك لالتماس مصر مع كافة التفاعلات اللي بتتم. أصبحت هي المحور الأساسي، نقطة الالتقاء لكافة دول العالم، وبالتالي أصبح لدى القيادة الذهنية في دول العالم كافة صوب عينهم من سيكون القائد السياسي للقاهرة الفترة المقبلة، من سيتم التفاوض معه على كافة الملفات والتفاعلات السياسية سواء بالإقليم أو التفاعلات التنموية. نتحدث عن مركزيتنا للطاقة على سبيل المثال، وبالتالي رؤية القيادة السياسية المقبلة ستحدد شكل التحالفات على سبيل المثال، ستحدد شكل العلاقات الثنائية، ستحدد شكل الأجندة التنموية على المستوى الخارجي، وبالتالي تأتي هنا صياغات الإعلام العالمي حول كيفية تناول العملية الانتخابية، كيفية ليس فقط المشاهد العمليات الانتخابية أو المشاركة السياسية من جانب الناخبين لكن كذلك القوانين المنظمة، الآليات اللي بتتم على أساسها الاستناد على الشفافية والنزاهة، المصارحة والمكاشفة وما إلى ذلك من مصطلحات تم تدشينها قانونيا وسياسيا على أساسها بتعيد تشكيل الوعي الذهني داخليا وخارجيا حول خلفية القيادة السياسية. كذلك المعيار الثقة الأساسي، ثقة المعيار الثقة استنادا للقانون المنظم، استنادا للإشراف الانتخابي والإشراف القضائي، استنادا كذلك أن كل دول العالم صوب أعينها العملية السياسية بما يحكمه من مخرجات حالية ومن مخرجات كذلك لمستقبل الإقليم، ليس فقط مستقبل القاهرة أو الإطار التنموي للقاهرة أو خطة الجمهورية الجديدة، عمليات استكمال الإصلاح، ليس هذا فقط ولكن مستقبل الإقليم ككل، من سيكون القائد السياسي لجمهورية مصر العربية في المرحلة المقبلة ومن سيكون قادر على إلمام كافة الموضوعات، إلمام كافة التشابكات والملفات ذات الحساسية الشديدة في المنطقة. في نفس النقطة يا دكتورة إيمان، يعني اختيار 15,000 قاضي في عملية الانتخابات، انتخابات الرئاسية، هل ده مثلا بيعكس تحقيق ضمانات الشفافية بالنسبة لخطوات عملية التصويت؟ بشكل أساسي طبعا، نتحدث عن 15,000 قاضي على مقارنة 27 محافظة وعدد اللجان الانتخابية، من لهم حق الاقتراع والتصويت فيما يتعلق تقريبا 67 مليون ناخب. كل تلك الضمانات تم حياكتها بشكل أساسي وجدولتها ليس فقط جدولة زمنية ولكن جدولة قانونية
بما يعكس معيار الشفافية والنزاهة. يمكن ده اللي تم رصده، يمكن في خلال اليوم الأول أمس تم رصد أنه لا توجد أي خروقات في العملية الانتخابية قانونيا. كذلك هناك المتابعة الإعلامية لعملية الرصد بالنسبة للمشاركين والعملية التصويتية اللي بتتم، واللي أكدت نزاهة العملية الانتخابية خلال اليوم الأول. كل تلك الأمور بيتم جدولتها سياسيا، ويتم جدولتها في بيانات رسمية بيتم الخروج بها تأكيد على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ككل. كنا بنتكلم من شوية ان الانتخابات الرئاسية المرة دي جاية يمكن في وضع اقليمي معقد شوية، ان في دلوقتي تحديات بتواجه الدولة المصرية، وخلينا نقول ان في ظروف دولية واقليمية وازمات كتيرة جدا، سواء اقتصادية او غيرها كمان سياسية على كل الاصعدة. احنا لو بنتكلم مثلا على الجارة الجنوبية في السودان او الجارة الغربية ليبيا، فهنا بقى عايزة أسأل حضرتك، هل الانتخابات المرة دي بعد كل هذه التحديات مختلفة شوية، أو ده خلاها مختلفة شوية؟ هي مختلفة كثيرا، يعني بيؤمها العديد من التحديات. يمكن أول تلك الاختلافات أو ما تبادر لذهن الناخب المصري حاليا هي كم التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية. إعادة تشكيل الأولويات لدى الناخب المصري أصبحت، حينما كان مسبقا بيتم الحديث عن ملفات التعليم والصحة الاقتصاد وما إلى ذلك، جدولة الديون، لكن حاليا بيتم الحديث عن أولوية الأمن، السيادة، الحدود وما إلى ذلك. القاهرة وجمهورية مصر العربية تحفها من كافة حدودها مناطق اشتعال، سواء ليبيا، السودان، غزة، كذلك الارتدادات المتباينة للحرب الروسية الأوكرانية القائمة، كل تلك بتعيد تشكيل آلية الأمن. كيف سيتم مواجهة هذا الأمر في ظل الحفاظ على المقدرات الأمن القومي المصري بصفة أساسية؟ بالتالي إن أحد أهم التحديات اللي هتواجه القيادة السياسية مستقبلا في 2024 هو تكييف الأمن القومي المصري، ليس فقط بالنظر إلى نقاط الاشتباك سواء في قضية غزة وهي القضية الأولى واللي صراحة أعادت ترتيب الأولوية لدى المشاركين حينما تم الحديث عن سيناريوهات تصفية القضية الفلسطينية، تهجير أهالي غزة لسيناء المصرية وهو أمر مرفوض وتم رفضه صراحة جملة وتفصيلا حكومة وشعبا، ودي أحد أهم النقاط اللي تم الدفع بها لدى سلم الأولويات لدى الناخب المصري، وهو التخوف على سيادة أرض الوطن، تخوف على حدود الوطن واستقرار الأمن القومي، استقرار الأمن القومي بصفة أساسية. النقطة الثانية ما يتعلق بملف الأمن المائي، قضية سد النهضة، نحن في صوب إعادة المفاوضات مرة أخرى مع الجانب الأثيوبي بوجود وسطات إقليمية ووسطات دولية، وبالتالي لابد من القيادة السياسية أن تكون ملمة بكافة التفاعلات بكافة الأطر والأطراف، إحداث نوع من التوازن بما لا يخل الأمن القومي المصري. حدودنا المشتركة مع ليبيا أحد النقاط المشتعلة، تمثل عمق كذلك وامتداد للأمن القومي المصري. كيف سيتم تكييف هذا الأمر؟ لابد أن يتطلب حنكة سياسية من القائد السياسي، إحداث نوع من التوافقات ما بين النخب السياسية الليبية، وأد كذلك أو فكرة الفتنة اللي موجودة، انقسام النخب اللي موجود، كل تلك الملفات لابد أن تكون أو تتطلب قيادة سياسية على مسافة واحدة ما بين كافة الفرقاء، ما بين كافة النخب بكافة الأمور المشتعلة أو كافة الدول المشتعلة. ممكن دي أحد أهم الأولويات اللي أعادت ترتيبها لدى ذهنية الناخب المصري، وكان انعكست بصفة أساسية على حجم المشاركة. أصبح الأمن هو الأولوية الأولى، يليه الملف الاقتصادي، ثم التعليم والصحة وما إلى ذلك. نعم، طيب لو هاخد حضرتك لجزئية تانية، هي جزئية الحوار الوطني. يمكن احنا شفنا على مدار سنة كاملة الحوار الوطني كان بيعمل جلسات كتير جدا، ضم العديد من الجلسات، وفي الجلسات دي كان بيتم مناقشة فيها الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أيضا. فكيف يكون الحوار الوطني هو ثمرة المشوار السياسي ان هو طلع بالانتخابات؟ فده ازاي خدم المرشحين الأربعة، وكمان بينعكس ازاي على معركة الوعي لدى المواطنين المصريين؟ هو في البداية فكرة الحوار الوطني هي إعادة تشكيل الوعي بصفة أساسية. جلسات الحوار الوطني تناولت
أفكار مختلفة، تضمنت كذلك أطياف سياسية مختلفة ما بين ليبراليين اجتماعيين، أطياف تيارات دينية مختلفة، شباب، مرأة، تناولت كافة أوضاع الدولة من كافة المسارات، ليس فقط على المستوى الداخلي ولكن كذلك على المستوى الخارجي. كانت بيئة خصبة لتناول الأفكار، تناول الاختلافات، الوقوف على مسافة مع الكافة. وبالتالي إعادة في تقديري أن الحوار الوطني كان بمثابة بيئة يمكن البناء عليها، أو تم بالفعل البناء عليها لدى المرشحين الأربعة. تم بشكل واضح توضيح التوجهات السياسية والتوجهات الداخلية لدى المرشحين، خلفيتهم الأيديولوجية، انتماءاتهم السياسية، رؤيتهم لمسار الدولة سواء في عملية الإصلاح الداخلي أو كذلك في دوائر السياسة الخارجية أو ما يتعلق في بناء التحالفات على سبيل المثال. الحوار الوطني كان نقطة مهمة لإعادة تعريف المجتمع المصري أو الشعب المصري على فكرة الوعي السياسي أو المشاركة السياسية ككل. الحياة السياسية لم تعد تقتصر على النخب فقط، أصبح يدار أو تم إدارة العملية السياسية من كافة التوجهات أو من كافة المسارات بشكل مبسط، تناوله الحوار الوطني في عدد من الجلسات. كذلك تم تعريف شخصيات سياسية للمجتمع، أصبح يتم الدفع بوجوه سياسية جديدة، أفكار وأيديولوجيات جديدة للمجتمع المصري لكافة الأطياف بطريقة مبسطة. عادت يمكن ساهمت بشكل أساسي في الضخم اللي شاهدناه أمس في العملية التصويتية. أصبح هناك معرفة بالنظام السياسي، بالمسارات، بالأجندات، بالرؤى، بعمليات الإصلاح، بالتوجهات كذلك والأيديولوجيات السياسية. أصبح يتم التفرقة ما بين الأيديولوجية الاجتماعية والأيديولوجية الليبرالية. هذا الأمر كان قاصرا على النخب، لكن يتم الحديث حاليا بمنتهى الإريحية ما بين مختلف الأوساط، ما بين أطياف الشعب بشكل واضح. خلينا نروح دلوقتي نتابع انعقاد السيد القاضي، بس كان تعرض لوعكة صحية ولكن حاليا في الطريق. لجنة 37 تاني شبرا الخيمة، وكان في لجنة 18 في المنيرة الغربية لسه فاتح برضو دلوقتي الساعة 10:28 دقيقة، وقبليها في لجنة 6 يوسف الصديق فتح الساعة 10:20 صباحا، وجاري انتظام العمل في كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية. مع حضراتكم ان شاء الله. بس صباح الخير يا فندم، احنا دلوقتي معالي محمد بيه عبد الرحمن ابو النجا رئيس اللجنه العامه في قسم شرق بورسعيد. صباح الخير يا محمد بيه. صباح النور يا باشا، اخبار حضرتك يا فندم؟ ممكن طلعنا ايه الاخبار وتم اللجان عند سيادتك؟ عدد اللجان الفرعيه عند سيادتك كام؟ عدد اللجان 6 كام؟ تمام يا فندم. المواعيد المقررة كله شغال تمام. تمام، مفيش أي شك. الأمور منتظمة يعني، والعمل منتظم في كل اللجان فتحت. كل اللجان. خير يا فندم، أنا مع حضرتك بقى ساعة بساعة كده هنطمن إن شاء الله. شكرا محمد بيه. نعم، شكرا. تامر بيه رياض رئيس اللجنة العامة اسم أول دمياط. صوت يا تامر بيه، المايك مقفول يا تامر بيه. صباح الخير مع النايب. صباح الخير. اللجنه العامه سعادتك عندي بتتكون من 13 لجنه، 11 لجنه فرعيه و2 وفدين. المجموع اجمالي الناخبين 90291، والحمد لله في اليوم الاول العمليه الانتخابيه صارت بكل سهوله ويسر، ولا يوجد ثمه معوقات. في قد كثير من الناخبين، وفي لجنة الوافدين كان رئيس اللجنة تواصل مع السيد لجنة المتابعة رئيس لجنة المتابعة محمد بيه قمر، عشان كان طلب موثق زيادة مع عليك وسعادتك. شاكرا يعني، تفضلت بدعمه امبارح عشان الإقبال الكثير في الناخبين. شكرا لحضرتك. والحمد لله النهارده كل اللجان كلها فتحت وقدمت معاك، والحمد لله. شكرا لحضرتك يا تامر بيه، شكرا لحضرتك. متابعه بقى ان شاء الله، ومع حضرتك ساعه بساعه ان شاء الله بالتوفيق. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. سياده المستشار محمد بيه سالم رئيس لجنه اسم اول المنيا. صباح الخير يا محمد بيه. صوت يا فندم برضه، المايك مقفول. المايك مقفول يا فندم. والتلفزيون مفتوح يا فندم.
ماشي، المايك مفتوح. مايك مفتوح يا باشا. تمام يا فندم، اخبار اللجنه عند حضرتك؟ انتظام العمل تمام يا باشا، كله فتح مواعيده يا باشا، و28 لجنه فرعيه، والامور ماشيه على ما يرام الحمد لله. شكرا لحضرتك يا باشا، وهنتابع مع حضرتك ان شاء الله. شكرا محمد بيه. شكرا يا فندم. مع المستشار طالب ايه مزيد؟ اسم اول سوهاج. أبعلوزين. ازيك يا فندم؟ ازيك يا سيادة التربية؟ عدد اللجان الفرعية عند حضرتك يا فندم؟ 19 لجنة سعادة. انتظام العمل فيهم وفتحة اللجان كلها يا فندم؟ انتظموا كله سعادة، كله معاليك فتح في الميعاد، مفيش أي مشاكل إن شاء الله. طب شكرا على التربية، ومتابعين مع حضرتك إن شاء الله. شكرا يا فندم. ربنا يخليك، الله يخليك مع الوزير. مع المستشار هاني بيه هلال، رئيس لجنة عامة مركز قفط قنا. صباح الخير يا معالي أحمد بيه. صباح الخير يا فندم. كل عام وستك بخير الحمد لله. اللجنه العامه تتكون من 22 لجنه فرعيه الحمد لله. انتظام العمل في اللجان جميعا الحمد لله، والامور ماشيه بسهوله تمام، واقبال الحمد لله مناسب جدا 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 ومشرف يعني ان شاء الله. باشا متابعين مع حضرتك برضو، ولو في اي كثافات محتاج دعم او حاجه احنا مع حضرتك ان شاء الله. شكرا معلم. شكرا يا حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. سيادة المستشار أيمن بيه حسنين، رئيس اللجنة العامة في مركز أسوان. السلام عليكم يا فندم. أهلا وسهلا بسيادتك، اتفضل يا فندم. أخبار أسوان إيه عن سيادتك؟ تمام تمام يا فندم. أنا اللجنة العامة مركز أسوان تتكون من 14 لجنة فرعية، وتم انتظام العمل الحمد لله في الميعاد تمام من الساعة 9 الصبح يا فندم. كل اللي جاب مفيش أي مشاكل الحمد لله، واللجان تمام يا فندم. تمام يا فندم، في أي كثافات ولا هنتابع احنا مع لا لا في كثافات يا فندم، في كثافات امبارح يا فندم الحمد لله. إن شاء الله نستمر إن شاء الله، ومتابع مع سيادتك إن شاء الله. أنت تمام يا فندم. شكرا يا فندم. تفضل في كل شيء. تسلم يا فندم. معالي المستشار هشام بيه عبد المجيد، رئيس لجنة متابعة محافظة بورسعيد. صباح الخير يا شنبيه. ايوه فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا وسهلا يا فندم. عند سيادتك كم لجنه عامه فندم؟ الحمد لله 9 لجان عامه و80 لجنه فرعيه. تمام. الحمد لله منذ الامس كل اللجان بدات في الموعد المحدد الساعه 9 صباحا، وكان في اقبال متباين وكثيف في معظم اللجان. تم توجيه بعض اللجان اللي كان فيها كثافات زياده باعاده التنظيم بحيث محل المشكله بالفعل، واتصالت العملية كلها على أفضل ما يكون بدون أي مشاكل أو افتراض بوجود أي مشاكل. تم غلق اللجان جميعا في الساعة 9 مساء فيما عدا اللجنة الأولى والبرتقال، كان في عدد متواجد في الانتخاب وتم تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم جميعا، وتم تمام الساعة 9:35 دقيقة. النهاردة حضرتك الحمد لله كل اللجان بدأت في الموعد المحدد في 9 صباحا، والامور كلها بتسير على خير ما يكون. تمام يا فندم، احنا متابعين مع حضرتك ساعه بساعه، وبشكر حضرتك جدا جدا على المتابعه. شكرا يا فندم. تمام فندم. شكرا يا فندم. شكرا. معانا المستشار محمد بيه عبد الشافي، رئيس لجنه متابعه محافظه السويس. طلعنا ايه الموقف عن سيادتك يا فندم؟ المايك مقفول يا محمد بيه. لسه برضه المايك مقفول يا محمد بيه. الصوت مقفول يا فندم، الصوت مقفول. طيب قبل ما نظبط الصوت مع سيادتك، ناخد مع المستشار احمد بيه ابو عمره، رئيس لجنه متابعه اسماعيليه. برضه المايك يا فندم، المايك مقفول برضه يا احمد بيه. ايوه كده. الله خير يا فندم. احنا عندنا سيادتك 10 لجان عامه. تمام. ستك كنت حاطه بديله في موضوع الشبوره ده يا فندم. بالظبط يا فندم، الحمد لله. الحمد لله الاجواء الحمد لله الحمد لله، هو عرس ديمقراطي وان شاء الله ربنا يوفقنا فيه ان شاء الله. صح صح جدا يا فندم. في اليوم الثاني للانتخاب ان
ان شاء الله فندم كله تمام. ان شاء الله فندم. شكرا يا فندم. شكرا على المشوار. تمام محمد بن عبد الشافي. تمام اتفضل يا فندم. كده تمام فندم. اه تمام فندم اتفضل. عدد اللجان الفرعيه ابو محمد السويس واحد في لجنه فرعيه. تمام فندم. عدد اللجان العامه 5 لجان عامه، لجنه السويس، لجنه الاربعين، لجنه فيصل، الجناين، عطافه. تمام يا فندم. انتظام العمل في اليوم الاول وفتح اللجان في مواعيدها وتم الغلق في المواعيد ما عدا اللجنه 22 قسم شرطه الاربعين، كان يوجد بعض العدد من الناشبين داخل جمعيه الانتخاب. وتم القفل في تمام الساعة العاشرة العشر دقائق. تمام يا فندم. وانتظام العمل وفق العمليات الانتخابية في اليوم الثاني. تمام يا باشا، مع الشكر الجزيل ان كل اللجان فتحت عن سيادتك ال 61 لجنة ومنتظم العمل فيها. هنتابع مع حضرتك ان شاء الله خلال على مدار اليوم حتى ساعة الراحة وبعدها ان شاء الله حتى الانتهاء ان شاء الله. شكرا جزيلا سيادتك. مع المشار اشرف بيه عيسى رئيس اللجنة العامة في الجمالية القاهرة. هنتابع مع حضراتكم ساعة بساعة إن شاء الله كافة الإجراءات ومتابعة اللجان حتى آخر لجنة إن شاء الله متابعينها اللي هي في لجنة 37 تاني شبرا الخيمة، ما زالت لم يتم الفتح حتى الآن نظرا للسيد القاضي تعرض لوعكة، ولكن حاليا هو في الطريق وبنأكد ان هو يعني خلال دقائق هيكون فتح ان شاء الله. ودي بقى دي اخر لجنه فتحت على مستوى الجمهوريه. نظام العمل، وجود اقبال، هنتابع وهنخطر حضراتكم اول باول ونحيط علم حضراتكم بكافه المستجدات ان وجدت حتى ان شاء الله الموعد المؤتمر الثاني. انا بشكر حضراتكم وهنتابع مع حضراتكم ساعه بساعه، والشكر الجزيل لحضراتكم على المجهود ان شاء الله. مع الشكر الجزيل لحضراتكم وهنحيط حضراتكم بكل التفاصيل اول باول. شكرا لكم. تابعنا مع حضراتكم مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة. وخلال المؤتمر تم التأكيد على انتظام عملية الإدلاء بالأصوات وفتح اللجان في ميعادها الساعة 9 صباحا. ودلوقتي هينضم لينا عبر زوم السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مرحبا بك. أهلا، صباح الخيرات. اهلا وسهلا بحضرتك. كيف نجح المشهد الاعلامي في فرد مساحات للمرشحين لعرض برامجهم؟ لا ما شاء الله الحقيقه انا شايف اولا عرض وافي يمكن اكتر مما يحتاج مواطن زيي، وايضا امين بحيث انه قسم الشاشه الى الاربعه مرشحين. وبالطبيعه نحن الان صرنا نعرف، اعترف بامانه ان انا فيما عدا المرشح رقم واحد لم أكن أعرف بقية المرشحين معرفة لصيقة، فاستمعت إليهم أهلا وسهلا، كلهم ناس محترمين، وبإذن الله ما يختاره الشعب المصري يكون فيه الخير بإذن الله. الانتخابات المرة دي بالتحديد ليها أهمية خاصة، ممكن نعرف ليه مهم هذا الاستحقاق الدستوري في هذا التوقيت؟ هو إحنا درسنا في الدستور أن الانتخابات حق للمواطن أو هي واجب على المواطن. لو هي واجب على المواطن يبقى اللي ما يروحش يدفع غرامه. واحكي لك حاجات لطيفه حصلت لي في التاريخ القديم. اما اذا كانت حق فمن حقه يروح او ما يروحش. المره دي الدستور قال حق وواجب، وبالتالي الحقيقه الحشد كان جيد. انا شايف ما شاء الله الكاميرات يعني جايبه اعداد كويسه. انا الدائره الانتخابيه بتاعتي مش بعيده عن البيت، بضعة امتار عن قدام البيت. وانتهزت فرصه ان انا تجاوزت سن ال30 فبقيت من العواجيز، ويعني اقتحمت الطابور بدون اولويه وقمت باللازم. فالحقيقه الترتيبات جيده، اهميتها ان عندي اربعه مرشحين لاول مره. يعني انا عشت طبعا ايام قبل الثوره وكان احزاب، ثم ايام الثوره وكان بيبقى مرشح اوحد اللي هو عاده كان الرئيس عبد الناصر وجزء من حكم الرئيس السادات. ثم ابتدينا نعمل برضو انتخابات، لكن الى حد كبير انتخابات سنة 2000 كانت يعني شبه صورية، ما الاخراج ما كانش جيد. وانا حتى قلت لاحد كبار المسؤولين وقتها في حزب الوطن ما فيش مخرج في البلد دي، فرد هيوضح لك الصورة. قال لي ما حدش عاوز مخرج عشان كل واحد يمثل على كيفه. دي كانت فوضى بقى. فبالتالي انا سعيد من هذه الانتخابات وشايف المرشحين قدامي.
اختياري هيكون مبني على معرفة سليمة، وأرجو أن يكون ده موقف، وأفتكر أن ده موقف معظم الذين سيذهبون إلى الدوائر الانتخابية. طيب، كيف خلقت هذه الانتخابات حالة من الزخم السياسي والتنوع الحزبي من وجهة نظرك؟ ده سؤال مهم. والحقيقة عاوز أقول أن احنا بحاجة إلى أن ننتهز فرصة كل مناسبة لكي نحشد الشعور الوطني حشدا طيبا. نعم. يعني احنا دائما بندور على مناسبات كهذه. ادي احنا كنا ملتفين حول التهديد الامني علينا بسبب ما يجري في غزة، حقيقي. وقبلها عملنا حشد كبير جدا بسبب ما يجري في اوكرانيا وتأثيرها علينا، وتأثير كان سلبي على العالم كله. قبلها الوباء، اللهم احفظنا، الكورونا واللي عملته فينا. والحمد لله مصر من الدول التي نجحت جدا في مواجهة هذه الأمور، لدرجة عاوز أقول لك خبر طيب، يعني تفضل. إن يقال إن جميع اقتصادات العالم تنمو بالسلب، يعني تتراجع بسبب هذه الأزمات الثلاثة، إلا خمسة اقتصادات رابعها مصر. مصر ما شاء الله ما زال اقتصادها ينمو بالإيجاب، صحيح مش بالقدر ده الخبر الكويس، نقدر يعني إن لازم يكون نضاعف الجهود، لأن احنا ما شاء الله منذ الثورة أنتجنا 25 مليون طفل عشان الرايحين ينتخبوا يبقوا فاهمين المشكلة. عندي 25 مليون طفل أضيفوا لقائمة الشعب المصري ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم، لكن علينا أن نضاعف العمل ومعدلات النمو والإنتاج لكي نطعم هذا الجيل الذي ولد على أرض مصر في فترة العشر سنوات الأخيرة. أشكرك جدا، شكرا جزيلا السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. عودة تاني للاستوديو مع ضيفتي الدكتورة إيمان زهران أستاذة العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك كمان مرة تانية. كنا بنتكلم قبل المؤتمر عن الحوار الوطني. طيب أنا عندي سؤال مختلف. يمكن دلوقتي المرشحين بتنوع سياسي واختلافات سياسية واضحة وصريحة، فكيف يساهم ذلك في يعني ان يبقى فيه للمواطن المصري تنوع، ان هو ينزل ينتخب براحته، عنده تنوع في الاحزاب السياسيه ففي اختلافات؟ صراحه الاربع مرشحين كل منهم بيمتلك وان كان رؤيه وطنيه واجنده وطنيه، لكنه كذلك كايديولوجيين، او نتحدث عن فكره الايديولوجيات بشكل كبير، كل منهم بينتمي لمسار ايديولوجي مختلف يتنوع ما بين اجتماعي وما بين ليبرالي وما بين الوسط. تم الحوار الوطني إعادة تعريف لفكرة الأيديولوجيات السياسية وتعريفها كذلك بشكل مبسط للمواطن المصري العادي. كذلك تم طرح البرامج، تم طرح الأفكار، تم طرح الخطط والأجندات اللي ما احتوته ليس فقط المرشحين ولكن كذلك الأطياف السياسية اللي موجودة على أرض مصر. حالة الحراك السياسي والأحزاب السياسية، فكرة التعددية الحزبية يمكن بدأت، وخطفا على كلام سيادة السفير، فيما بعد 67 تم الحديث عن فكرة التعددية الحزبية والتعددية السياسية، فكرة الزخم السياسي والأيديولوجي، كل تلك الأمور كانت مقتصرة على النخبة السياسية. حاليا تم الحديث عنها بشكل مبسط بشكل أريحية للمواطن المصري، تم استيعاب كل تلك الفروق خلال جلسات الحوار الوطني اللي كانت مذاعة بشكل مباشر، وتم تعريف كافة قوى الشعب بكافة الأطياف السياسية والأحزاب السياسية، أيديولوجياتهم، أفكارهم، ساهم بشكل كبير في تعريف الناخب كذلك بالمرشحين الرئاسيين ببرامجهم، ليس فقط البرامج اللي تم الحديث عنها برؤيتهم للعملية السياسية المقبلة، لكن كذلك بخلفياتهم السياسية، حزب الوفد وانتمائه السياسي، الشعب الجمهوري وانتمائه، الحزب الديمقراطي الاجتماعي وانتمائه، كل تلك الأمور تم تعريفها للناخب المصري أو المواطن المصري بشكل مبسط. أصبح لديه الرؤية الكاملة، أصبح لديه الخريطة السياسية في الداخل المصري بشكل كامل، بما يؤهله الدفع بصوته وفقا لرؤيته وفقا لمرئياته للمرحلة المقبلة للدولة الوطنية، وفقا كذلك للتحديات
كيف سيتم هيكلة التحديات المقبلة للدولة، كذلك استكمال عملية البناء والإصلاح. نتحدث عن محورين أساسيين أصبح الشاغل الرئيسي للناخب المصري، الأساس هو الأمن القومي المصري، والمحور الثاني ما يتعلق بالاقتصاد. ويمكن العملية الاقتصادية أو الملف الاقتصادي لديه شقين، ما يتعلق بالملاءات المالية، ويمكن العديد من المصطلحات بيتم استخدامها سياسيا أو بما يتكيف وضع الدولة. نتحدث عن جدولة الديون، نتحدث عن النهوض بالعملية الاقتصادية، نتحدث عن توطين الصناعات. العديد من المشروعات تمت بالفعل خلال الفترة السابقة من 2014 وحتى 2023 في مجال الصناعة وتوطين الصناعة، تخفيف كذلك الدفع بعجلة الصادرات وتقليص حركة الواردات. كل تلك الأمور مستقبلها لا زال في ظل القيادة السياسية المقبلة، كيف سيتم الموائمة ما بين متطلبات الداخل وما بين فرضيات الخارج وتحديات الخارج، معادلات متشابكة بتحتم على القيادة السياسية القادمة، تنحية الأيديولوجية السياسية والعمل وفقا لأجندة وطنية خالصة. طب ده كده برضو معناه ان هذه الانتخابات، هذه المرة الانتخابات الرئاسية 2024، مع وجود خلفيات سياسية مختلفة، ده بيساعد او بيساهم في ترسيخ النظام الديمقراطي في الدولة المصرية؟ بالفعل احنا في عملية ترسيخ ديمقراطي. يمكن بدأت الحديث في البداية خالص ان مصر من اولى الدول في عملية التحول الديمقراطي، ليس فقط من 2011 في الثورات التي تمت والحراك المجتمعي، لكن يمكن قبل ذلك من بداية عام 76 بالضبط، وتم الحديث عن فكرة التعددية السياسية وتعدد الأحزاب، ودي كانت بداية عملية الحراك أو التحول الديمقراطي. حاليا بترسخ العملية الانتخابية مع وجود أطياف مختلفة سياسيا وأيديولوجيات مختلفة وأفكار وأجندات مختلفة، كل تلك الأمور بترسخ عملية الحراك الديمقراطي بشكل أساسي. أصبح دلوقتي الرهان الأساسي على ليس فقط حجم المشاركة السياسية، لكن كذلك على الاختيار المواطنين اللي أي منهم يصلح لقيادة القاهرة أو لقيادة الدولة في مرحلة حرجة داخليا وخارجيا. كل تلك الأمور بترسخ بالفعل العملية الديمقراطية، وخصوصا برضو إحنا السنة دي 2023، يعني إحنا تمنا 100 سنة على إقرار دستور 23، ده يعتبر من أقدم الدساتير الموجودة وأولها في المنطقة. نعم بالظبط. نعم. طيب احنا نرجع تاني لشق مهم جدا حضرتك اتكلمتي فيه، هو شق الملف الاقتصادي. يعني كده يا دكتور، معناها ان من اهم الملفات واهم التحديات التي سوف تواجه الرئيس القادم هو ملف الاقتصاد بصفة اساسية من اهم الملفات، فيما بعد الملف الامني. الملف الامني هو اولى الملفات. نعم، وده اكثر الملفات ذات الزخم بالنسبه للمواطن المصري، لدى المواطن ولدى المرشح، لدى القياده السياسيه المقبله، هو اول الملفات ما يتعلق بالامن القومي. الملف التالي ما يتعلق بالملف الاقتصادي، نتحدث عن اقتصاد في طور النمو، نتحدث عن خطط اصلاح سواء على المستوى التنموي او على المستوى الاقتصادي كسكيل واسع او كمستوى الاقتصاد الكلي. كل تلك الامور او كل تلك الفرضيات تتطلب قيادة سياسية على ذهنية واضحة، على كذلك تكييف للآليات الموجودة والمتاحة والمستقبلية، الخطط المستقبلية كذلك تكييف مع كافة الدول، التجمعات الاقتصادية. يمكن شهدنا في 2023 دخل من جانب القيادة السياسية في وجوده مع التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية، تجمع البريكس، الجي 20، الجي 7، كل تلك الأمور أعادت الدخل مرة أخرى للملف الاقتصادي. تنوع كذلك حجم الشركاء الاقتصاديين، وجود مصر في عدد من الدوائر الاقتصادية والتكتلات الاقتصادية أدى دفعة للملف الاقتصادي المصري، ليس فقط على المستوى الداخلي لكن كذلك على المستوى الدولي وعلى المستوى المؤسسي. نعم. قياسا على العديد من التقارير، تقارير ستانفورد، تقارير صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، كل تلك التقارير الاقتصادية أعادت ترسيم المشهد الاقتصادي بالنسبة لمصر بصفة أساسية. على الرغم من العثرات الاقتصادية اللي بتحيط بالدولة، لكن لا زال هناك فرصة لاستنهاض الهمم مرة أخرى، فرصة لإعادة تكييف الآليات المتاحة، فرصة كذلك لاستكمال البناء فيما يتعلق بالملف الاقتصادي وفقا للرؤية المحددة أو الرؤية التنموية المصرية 2030. بشكرك جدا، شكرا جزيلا الدكتورة إيمان زهران أستاذة العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على هذه التغطية. شكرا. بشكرك.